رياضيات، علوم اجتماعية، مدرس علوم، فهدول من الوظائف اللي موجودة حاليا في دولة قطر. طيب يعطيكم العافية جميعا جاسر مصطفى اللي ما كان يتابع القناة، وجي توكس وظفك. حرنا، أنا بنشحن حرنا، أنا زلمة بتحمس، هاي قناتي حرية. شباب ما أحد يجي يقول لي أنا مش لاقي شغل، لأنه في شغل، بس الفكرة أنه أنت كيف تدور على هذا الشغل. وعشان هيك أنا عملت هاي السيريز، راح أجننكم كل مرة في الفيديوز، راح أقول لك أنه أنا عملت هاي السيريز علشان هيك. وخلينا نشوف اليوم شو معانا وظائف، والوظائف في هذا الفيديو اليوم تعليمية، فالمعلمين تفضلوا، والمش معلمين ابعتوها لاخوانكم المعلمين، اصحابكم المعلمين، واللي لا هو من هدول ولا هو من هدول انزل اعمل لايك وشير وسبسكرايب، حر انا، لانه كلكم لازم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، اكيد لا تنسى نوتيفيكيشن بيل. دمي خفيف دمي خفيف. مين قال لك انها تعليمية؟ تعليمية. اسمحوا لنا نطفي هذا، لانه مرحبا جميعا، زي ما حكيت لك اليوم الوظائف تعليمية للمعلمين والمدرسين حصرا، واللي هم راح يكونوا ان شاء الله مطلوبين في دولة قطر. والحلو كمان في هذا الفيديو ان الوظائف اللي انا جايب لك اياها اليوم هي لعام 2020، والاحلى من هيك انها هي لغير قطريين وغير مقيمين في البلد، هم موجودين اصلا خارج البلاد. فجو اهيد وعلى السريع قدم. طيب اللي راح اسويه اني انا راح اروح اقول له اعطيني الوظائف الغير قطري واللي خارج الدوله، وراح اقول له اختار نوع الوظيفه، وراح اقول له اعطيني اياها اكاديمي. فاذا انت اكاديمي واذا انت مش موجود في دوله قطر، فركاض يا معلم، جيب ورقه وقلم او افتح ايميلك وبلش. الوظيفه الاولى اللي مطلوبه وهي مدرس فيزياء اكاديمي، غير موجود في دوله قطر وغير قطري، وواحدة من الدول التالية، لأن الوظيفة أصلاً تعقدات الخارجية، فأول دولة محطوطة على القائمة فلسطين قطاع غزة، والدولة الثانية تونس والمغرب وكمان سلطنة عمان، فهدول أربع دول. ركاض معلم ابعت لهاي الوظيفة. خلينا نشوف إيش اللي مطلوب في هاي الوظيفة. فلو أنا كبست، سيتم تلقائيا حذف أي طلب توظيف غير مرسل بعد 3 ساعات من بدء العمل. يعني دخلت على تقديم الطلب وكان يا سيدي العزيز انك انت بلشت تشتغل وما عملت انهاء او تقديم الطلب، فهو اوتوماتيكلي الويب سايت راح يحذفه. فانا راح ادخل هون. طيب راح ادخل على مدرس الفيزياء، راح احكي لك مدرس فيزياء اكاديمي نون قطري اوتسايد قطر، ولا مدارس يكون اكيد عنده خبره مدارس، ووصف الوظيفه للتعاقدات الخارجيه. لو قلنا له تقديم راح يقول لي اعمل بريد الكتروني انشاء حساب جديد، راح اقول له البريد الالكتروني جاسر @archijisoo.com، راح اقول له رقم الهاتف 5016136، راح اقول له كلمة السر. طيب ايه لسه في، ادخل كلمة التحقق 9734، وافق وبشدة على الشروط. طبعا هاي احلى شيء الويب سايت بيحط لك، هل توافق على الشروط او لا توافق على الشروط؟ طبعا انا موافق، اصلا انا موجود عشان اوافق، ما انت ما وافقت ما راح اقدم. اقول له تسجيل. المشكلة لما انا وقفته الاي سي شو صار؟ طيب سيتم تلقائيا ماشي فهمنا تسجيل الدخول. أن تقدم على وظيفة مدرس فيزياء، حق لك التقدم بطلب للحصول على وظيفة شاغرة فقط في غضون 365 يوم. حلو والله، ما يعني أنتم مضغوطين، معكم 365 يوم. تعليمات، يرجى النقر على زر حفظ وإرسال على صفحة المعلومات الأخرى لاستكمال طلب التوظيف وتلقي رسالة تأكيد من خلال الجوال البريد الإلكتروني. إذا كنت تواجه أي صعوبات يرجى الاتصال بنا. المعلومات الشخصية، بدك تحط المعلومات الشخصية يا عيني. ايوه هذا التقديم كله يا معلم على الويب سايت، يعني فيش ايميل تبعت له. هل لديك ابناء يعانون من اعاقه؟ لا ما عنديش ابناء اصلا. فراح يطلب منك المعلومات الشخصيه، بعدين راح يطلب منك المعلومات العلميه، بعدين راح يطلب منك الخبره تبعت العمل، وبعدين راح يقول لك المرفقات، فاكيد راح تقدم اوراقك كشهادات والى اخره اللي راح يطلبها منك، ومعلومات اخرى انا ما راح اوصلها، ما راح ادخل ثرو الموقع. انت بتدخل على الموقع معلم، بتروح بتقدم، تعرف كل الاشياء المطلوبه منك، معك 365 يوم. فخليني ارجع، حكينا عن مدرس فيزياء
اللي بعدها يا سيدي العزيز مدرس تربية رياضية برضو تعاقدت خارجيا لنفس الدول ولا غير قطري وخارج الدولة وفي المدارس، اللي بعدها مدرس الفنون البصرية الوظيفة برضو تعاقدت خارجيا نفس الدول وغير قطري وخارج الدولة وللمدارس، واللي بعده كمان مدرس لغة عربية، يعني امسك جدول المدرسة كل المواد الموجودة فيها بتحمل حالك بتضلك جاي، ومدرس حاسب آلي برضو أكاديمي وبرضو المدارس وبرضو غير قطري وبرضو خارج الدولة وبرضو تعاقدات خارجية وبرضو غزة وسلطنة عمان وتونس والمغرب، معلم تربية خاصة ونفس الدول غير قطري خارج الدولة ومدارس، مدرس رياضيات نفس الأماكن ونفس غير قطري وخارج الدولة، رح أضل عيد لك إياها عشان ما تجنني، واللي بعدها مدرس علوم اجتماعية واللي بعدها مدرس علوم، وهدول كلهم لجنسية غير قطري ولا خارج دولة قطر للدول الخمسة أو الأربعة اللي حكيناهم، وعن طريق التقديم عن طريق الموقع اللي هو توظيف.edu.gov.qa وجو أهيد جايز. طيب وهيك أنا بكون حكيت لك إيش هي الوظائف الأكاديمية الموجودة على الويب سايت تبع التوظيف في وزارة التعليم القطري، شدوا حالكم وبكون وصلت للمكان اللي برضو في كل فيديو بحكي لك إياه، بتحمل حالك وتنزل لي على الفيديو اللي كثير مفيد هذا اللي أنا عم بحكي لك إياه، بتعمل له لايك لأنه جد بينحب، بتعمل له شير لأنه جد بيتشير، وبتعمل سبسكرايب للتشانل لأنه صاحبها بيجنن، وإنيبل للنوتيفيكيشن بيل علشان نضل نشوفك يا معلم في كل فيديو. والسلام.